مرحبا شباب، كيف حالكم؟ اليوم سأعرض عليكم 10 مميزات مخفية في ايفونك جد مفيدة، معظمها حصرية على التحديث الجديد iOS 13. أتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لك وتتعلم معنا أشياء جديدة تسهل حياتك وتعاملك مع جهازك الايفون كالعادة. فرجة ممتعة. إذن إخوتي، على بركة الله نبدأ مع أول ميزة عندنا في هذه اللائحة، وهي لما تكون أثناء الكتابة، لما تكون تكتب. جميعا قد شاركتكم من قبل هذه الميزة التي إذا أردت أن تقوم بالذهاب بهذا المؤشر بين الكلمات وتضعه في مكان محدد بالضبط وسط كلمة أو أي مكان، فقد تضغط في الكيبورد في أي مكان ضغطة مطولة، وكما تشاهدون من هنا فهو يتحرك ويمكنني أن أضعه في أي مكان أريد أن أضعه بالضبط لكي أقوم بالتعديل عليه. لكن الميزة التي أريد أن أشارك معكم هنا، وهي جميلة جدا للتضليل على الكتابة. من قبل إذا أردنا أن نقوم بالتضليل على الكتابة لكي نعمل لها كوبي على سبيل المثال النسخ أو أي شيء، يجب علينا أن نضغط عليها مرتين على هذا الشكل، ومن ثم نقوم بالتضليل على الكتابة التي نريد أن نقوم بعمل لها كوبي أو التعديل عليها. لكن يمكننا أن نقوم بذلك أيضا بهذه الطريقة، لما نضغط ضغطة مطولة لكي نذهب إلى المكان الذي نريده بالضبط. على سبيل المثال هنا بالضبط، كل ما علي فعله هو استعمل الأصبع الثاني أعزكم الله، أضغط به في أي مكان ضغطة واحدة ويمكنني أن أقوم بعمل سلكت لذلك المكان. سأقوم بإعادة العملية كما تشاهدون. على سبيل المثال من هنا أضغط بالأصبع الثاني ويمكنني أن أعمل تضليل للمكان الذي أريده فقط من الكيبورد دون الذهاب، لأنه كما تعلمون إذا أردت الذهاب من هنا فهو صعب، يجب عليك أن تحاول أن تضع ذلك في المكان الصحيح وذلك صعب. فبالكيبورد يمكنك أن تقوم بهذا، يمكنك فقط بالضغط مطولا التحول أينما تريد، وفقط بالضغط مرة أخرى يمكنك أن تعمل التضليل، ومن ثم تذهب على الكتابة فقط تضغط عليها ويمكنك أن تعمل كوبي أو أي شيء تريده. الميزة الموالية وهي هنا عندنا في الكنترول سنتر إخوتي، لما ندخل على الكنترول سنتر ونضغط ضغطة مطولة هنا تأتينا هنا الواي فاي وهنا البلوتوث. شيء لا يعرفه العديد من الإخوة هو أنه يمكننا الآن الدخول مباشرة إلى إعدادات البلوتوث دون الذهاب إلى الإعدادات، وذلك فقط بضغطة مطولة من هنا. وكما تشاهدون سيعطيك جميع الواي فاي التي هي بقربك، يمكن لأيفونك أن يصل إليها. ستظهر لك من هنا ويمكنك اختيار أي واحد منها دون الذهاب للإعدادات كما كنا نقوم به في iOS 12. وهذه الميزة أيضا شغالة مع البلوتوث، لما يكون البلوتوث مفعل على هذا الشكل فقط تضغط عليه ضغطة مطولة وسيعطيك جميع الديفايسز أو الأجهزة التي بقربك وهي تشتغل بالبلوتوث. ستظهر لك من هنا ويمكنك أن تقوم بتفعيلها مباشرة من هنا دون الذهاب على الإعدادات. ميزة أخرى مفيدة جدا تم إضافتها على iOS 13 ولم تكن عندنا أبدا نحن من يستعمل الآيفون في التحديثات السابقة، وهي كيف يمكنك أن تقوم بحظر الاتصال المجهول. يعني تأتيك اتصالات مجهولة من رقم مجهول لا تعرفه ولا يظهر رقمه، يمكنك أن تقوم بتفعيل ميزة هنا في الآيفون كما تشاهدون. لما ندخل إلى الإعدادات ننزل إلى الأسفل على هذا الشكل، وكما تشاهدون هنا ستجد فون. أنا لا يمكنني الدخول إليها لأنني ليست عندي بطاقة سيم، وهذا الآيفون ليس به أي رقم للاتصالات لأنني لا أستعمله للاتصال. لكن أنت لما ستدخل من هنا ستدخل وتظهر الصورة أمامكم من هنا، فقط يجب عليك أن تقوم بتفعيل هذه الميزة، ميزة حظر الاتصالات المجهولة. مباشرة بعدما تقوم بتفعيلها فالآيفون عندك سيقوم بحظر جميع الاتصالات المجهولة التي تأتيك، يمكنك أن تقوم بحظرها بهذا الشكل وسيتم إسكاتها وإرسالها مباشرة إلى العلبة الصوتية. كما تعلمون من قبل لما نتمكن من تحميل البرامج أو أي شيء من أبل ستور، إذا كنا على الداتا يعني على 4G أو 3G التي هي البرامج التي هي أكثر من 150 ميجا أو 200 ميجا، لكن على iOS 13 شباب هنالك ميزة مهمة جدا، يمكنك أن تذهب إلى الإعدادات ومن ثم تذهب على iTunes والأب ستور، ومن ثم كما تشاهدون تنزل إلى هذا الاختيار من هنا App Download تحميل البرامج، تدخل عليه وستجد هنا Always Allow، يعني يمكنك تحميل البرامج أكثر من 200 ميجا دائما لما تقوم بتحميلها، أو Ask if over 200 ميجا بايت، يعني أن يسألك الآيفون كل مرة إذا أردت أن تقوم بتحميل شيء من الأب ستور وفيه أكثر من 200 ميجا بايت، يقوم النظام بسؤالك وتقوم بالتأكيد. أو تقوم باختيار الاختيار الثالث Always Ask، يعني يقوم آيفونك بسؤالك دائما لما تقوم بتحميل أي شيء من الأب ستور وأنت على 4G لكي لا تنسى وتقوم بتضييع رصيد الإنترنت عندك فيقوم بسؤالك دائما. إذا يمكنك أن تختار الآن، يمكنك أن تقوم بتحميل أي شيء ورغم كان حجمه، المهم عندك الاختيار الآن وليس كالسابق.
كما تعلمون إخوتي الآن على iOS 13 إذا أردنا أن الذهاب إلى مكان تحديث البرامج فعلينا الدخول إلى App Store ومن ثم الذهاب من هنا على البروفايل ومن ثم النزول إلى الأسفل لنجد البرامج التي يجب علينا تحديثها. هذه العملية طويلة بعض الشيء، هنالك اختصار جميل لها هو فقط الذهاب على الأب ستور على هذا الشكل، تضغط عليه ضغطة مطولة وكما تشاهدون هنا ستظهر لك Updates يعني التحديثات، تدخل عليها ومباشرة ستأخذك على مكان التحديثات بدون أن تقوم بتلك الخطوات كلها. وبما أننا هنا داخل مكان التحديثات فهنالك ميزة جميلة جدا وصراحة نفعتني أنا شخصيا كثيرا، لأنني أقوم بتحميل الكثير من البرامج وبعض المرات أنسى بعض البرامج عندي في الجهاز وتأخذ مساحة، لكن الآن في مكان التحديثات يمكنك أن تقوم بحذف البرامج. على سبيل المثال أنت تجد برامج يجب عليها أن تقوم بالتحديث وتجد برنامج أنت لست بحاجة له، فكل ما عليك فعله هو أن تذهب إليه تعمل سوايب على هذا الشكل وتضغط على الحذف ديليت من هنا ويمكنك أن تقوم بحذف البرنامج مباشرة من هنا. ميزة أخرى أيضا مفيدة جدا وهي جديدة على iOS 13 وهي أنه لما تكون على سفاري وتكون تقرأ أي مقالة أو أي شيء تكون الصفحة طويلة على هذا الشكل وأنت تريد أن تأخذ على سبيل المثال صورة للصفحة كاملة، أن تريد أن تأخذ سكرين شوت لكن ليس فقط على الصورة التي تظهر على هذا الشكل بل تريد أن تأخذ صورة كاملة، فلما تدخل على سكرين شوت على هذا الشكل إخوتي يمكنك أن تذهب على فول بيج من هنا الصفحة كاملة، وبهذا كما تشاهدون سيظهر لك الصفحة التي أنت داخل عليها على سفاري يمكنك أن تأخذ لها صورة بالكامل على هذا الشكل. كما تشاهدون يمكنك بهذا أن تقوم بحفظها وذلك فقط بالضغط على دون، ويمكنك أن تقوم بحفظها على شكل PDF لكي تدخل إليها مرة أخرى وتشاهدها بدون إنترنت ولا أي شيء، سيتم حفظها في برنامج الفايلز، تضغط على Save PDF على هذا الشكل وفي برنامج الفايلز تقوم باختيار إذا كان عندك iCloud وتريد حفظها على iCloud تضغط من هنا، أو تقوم بحفظها على الآيفون فقط بالضغط على On My iPhone وتضغط على الحفظ Save من هنا وسيتم حفظ الصفحة كاملة عندك في الفايلز. ميزة جميلة جدا أيضا تم إضافتها للكيبورد في iOS 13 والعديد من الإخوة لا يعرفونها، هي أنه لما تكون تكتب على سبيل المثال على هذا الشكل هنا في الفيسبوك أو في أي مكان في جميع برامج التواصل أو في النوتس أو أي مكان تكون تكتب فعندك مميزات جميلة جدا للتحكم في الكتابة بشكل أفضل، كما المميزات التي شاركتكم في الأول بالضغط مطولة على الكيبورد فهنالك مميزات أخرى رائعة جدا. كما تشاهدون أول ميزة أشارك معكم أنا قمت بكتابة هذه الكتابة، لكي أقوم بحذفها كلها بضغطة زر واحدة سأستعمل 3 أصابع وسأعمل على هذا الشكل كما تشاهدون في مكان الكتابة، سأقوم بعمل هذا الشكل لليسار لكي أقوم بحذفها، عفوا كنت أعمل لليمين، اليمين لكي تقوم بإرجاعها إذا قمت بحذفها، يعني اليسار ب3 أصابع نقوم بالحذف، نقوم بالحذف على هذا الشكل، وإذا قمنا بالجر ب3 أصابع على اليمين نقوم بإرجاعها. أيضا يمكننا فقط الضغط ب3 أصابع لكي تظهر لنا هذه العارضة في الأعلى لكي تعطيك بعض المميزات كوبي أو باست، فعلى سبيل المثال إذا قمت بعمل الطريقة التي شرحت معكم لتضليل هذه الكتابة فقط بالضغط 3 أصابع من هنا ستظهر لك هنا كوبي والقطع، يعني أن تقوم بقطعها كلها لكي تلصقها في مكان آخر، وهنا علامة أخرى لكي تقوم بإلغاء آخر عملية قمت بها. جميلة جدا هذه الحركة شباب، حاولوا استعمالها ستفيدكم كثيرا في الكتاب. جميعكم من حدث على iOS 13 بدون شك لاحظ على أن عارضة الصوت الموجودة فهي موجودة بطريقة جديدة ورائعة، عوض المربع الكبير الذي كان يظهر لنا وسط الشاشة ويقوم بإخفاء أي شيء فهي تظهر بهذا الشكل الجميل جدا، لكن شيء لا يعرفه بعض الإخوة هو أنه يمكنك الضغط عليها بهذا الشكل لما تظهرها، تضغط عليها وتقوم بجرها ويمكنك التحكم فيها بشكل أفضل، وهذه الطريقة صراحة أنا تفيدني على سبيل المثال تكون في الليل ويكون بقربك شخص لا تريد إزعاجه بالصوت، ورغم أنك تذهب بالصوت إلى أقصى كما تشاهدون الأقصى من هنا هو على هذا الشكل، هذا هو أقصى صوت، إذا ضغطت مرة أخرى للأسفل سيقوم بحذفه كله، لكن بهذه الطريقة يمكنك التحكم فيه بالضبط حيث يمكنك أن تختار 1% من الصوت أو 2% يمكنك أن تختار الصوت بالضبط. هذه الميزة جميلة جدا يمكن لها أن تفيدكم إخوتي. لما تكون على سفاري وتكون الصفحة طويلة على سبيل المثال تكون تقرأ في أحد المقالات أو أي شيء وتكون الصفحة طويلة فهنالك طريقة جميلة جدا عوض الذهاب على هذا الشكل، كما تشاهدون لما أقوم بالنزول فتظهر عارضة باللون الرمادي من هنا، فهذه العارضة يمكن لك أن تضغط عليها وتتحكم فيها وبهذا يمكنك الذهاب في الصفحة بطريقة أفضل بكثير وبسرعة. كما تشاهدون
أفضل بكثير من عمل السكرول على هذا الشكل طوال الوقت. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المميزات. اذكر لنا أي المميزات لم تكن تعرفها من قبل وتعلمت معنا في هذا المقطع المتواضع. لا تبخلوا علي بلايك شباب وردودكم التحفيزية، وإذا عندك أي مشكل طبعا ضعه في رد فنحن نتجاوب مع الجميع. وأيضا إذا عندك آيفون لا تنسى الانضمام للعائلة، دائما ما تحب المواضيع. نلتقي قريبا في فيديو جديد. سلام.